السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التجارب ما بتنتهيش، وكورونا قعدنا في البيت خلانا نعمل حاجات غريبة. بس أنا يمكن في حاجة حلوة ولا وحشة، أنا مش عارف. أنا بقيت حلاق، تابعوني. شعرك منكوش يا سمير؟ نعم. تعال يا سمسم. يا شعر منكوش. تعال يا سمسوم. اهلا اهلا. ايه، انت عارف ان انا بصور؟ انت شعرك منكوش كده ليه؟ شعرك منكوش كده ليه؟ وانت شعرك منكوش كده ليه؟ ها؟ شعرك منكوش كده ليه؟ وانت شعرك منكوش كده ليه؟ انا بصوا عملت ايه في نفسي النهارده؟ انا بلمع. الله، بص لمعتها، بس بقت حمرة من هنا بس شويه. حمرة ليه يا ده؟ اصل امك ايدها تقيله هنا وهي بتاخدني بالمكنه. بص عملت معايا الصح. تعالوا هنا، انتوا شعركم عامل كده ليه؟ طب وبعدين بقى هتحلقوا ازاي دلوقتي؟ هتحلقوا ازاي؟ هنقص شعري وخلاص. هعمل فيكوا زي ما ابوكوا بيعمل في نفسه. لا انا هحلق لك قرع. لا مش عايز احلق قرع. لا تحلق قرع. لا عايز. انا وانت مش عايز. اتفضل. انا يلا هات لي كل المقصات اللي عندك. وانت وانت مقص، خد هات واحد. خد من شكله طري. التاني ده بقى حلموس. ده ايه؟ حلموس. ده اسمه حلموس. بص ده اخوه برضه. ده اخوه يعني بلبوس. اه دي مقص البلبوس. بص ده بقى سخنان قوي، شيل ودانك. ده مقص. ده امك تشيل بيه زعانة السمك. ده بيشيل مناخير ده. لا اوريك لي شيل بقى رجلي قمار. لا لا، عايزين مقص حلو، عايزين مقص حلو كده ناعم. ناوي تقيفه من المرضى ولا ايه؟ يا عم ده انا هجز بيه زرع. ده ايه ده؟ فتحه المص بالليل كتير غلط يا جماعه. بتعمل ايه بالليل؟ بتجيب الفقر. يا نهار اسوح، بقى انت عارف بعمل بالك كتير. طب ما كورونا بتجيب الفقر، ايه المشكله يعني؟ ولا اي. والله العظيم كورونا دي بتجيب الفقر زي المقص بالظبط. انا اسمها مقص بيجيب الفقر. بسمع كده الفال غلط. الفال اللي هي الطيره دي اسمها طيره، ودي اتنهينا عنها. حرام، مش حاجه اسمها مقص بيتفتح بيجيب الفقر واحنا صحراء. زي بقول لك من النوع، حرام واحده اتخانقت بالليل. حرام واحده اتخانقت بالليل. ما هو ليه بقى؟ ايه معتقدات الكلام ده؟ تصدق ده حلو وصغنن. بص يا دوبك ده وافر والكلام ده. لا اللي بعده بقى اللي حلو ده. تصدق بقى هو ده حامي. خد بالك. وده شنكيت. في تاني؟ كله فوق بعضه. يا نهارك ابيض، يعني انت دي كل المقصات دي كلها علشان خاطر احلق لكم؟ بابا ماريش وح. لا انا بص بقى، احنا نعمل فيديو بقى وتصور المقصات. لا انا مش عايز فواتير. هعمل بيها ايه فواتير؟ احط لك فاتوره على قفاك بعد ما احلق لك؟ ولا عايز الدباسه؟ هات ال هات المقصات اللي عندك كلها. يلا استعنا على الشقه بالله. دي ادوات الجريمه، احنا حضرناها بالكامل. عملت حضرت العده يا دكتور يوسف؟ لسه يا فندم. دكتور جو حضر العده. حضرتها. ايه طبعا. عباره عن مقص 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 كماشه. ايه كماشه؟ ليه هنخلع ايه بيه ده؟ انت اللي حطيتها. انا اللي حطيتها. مش تنفع في الحلاقه دي. والله انت اللي مش هتنفع. مقص تاني مقص تاني مقص تاني. يا نونو نمنم. خالص. مقص اكبر مقص. ايه ده كل ده؟ انا احلق لكم كل ده بقى دفعه واحده. بابا تصدقي ايه ده؟ حضرت العده يا دكتور؟ لسه بقى جاهزه. حضرتوا العده؟ لسه. حددنا. يلا بالواحد. حضرتوا العده؟ لسه يا فندم. رص المقصات الكبيره قدام والصغننه ورا. هيا يا جماعه. هاي. حضرتوا المقصات؟ لسه. حضرناها. بس خلي العيله ظبطناها.
ودلوقتي جه وقت جه وقت الجد. في نفس الوقت فيها كوتون ريحتها جميله. ايوه عشان الكوتون. العم طاطا بيصور لنا ايه؟ هو بيعمل لنا زيوت ريحتها جميله بالكحول الاسيلي. هو زيت واحد وكله يتضرب، المهم هي ريحه حلوه وخلاص. لازم يتسن كويس علشان يقطع الشعر. ايوه هجز شعركم يا نهار اسود، هولع في نفسي. كفايه كده بقى بيلمع. هاتولي المقصات الباقيه. خوف من التلوث فظيع. جهزت المقصات زي ما انتوا شفتوا، والمعقمات زي ما انتوا شفتوا. السبرتو طبعا غلي بس غصب عني، كنت لازم اتعامل بالسبرتو اللي موجود عندي، واشتريت حبه برضو يعني جرحت. والحلقه الجايه هنشوف المدعكه. تابعوني.